مشاهدي قناة أشواق، أعتذر مرحبا بكم في البث المباشر مرة أخرى، يعني وحنا مازال معكم في التغطية المباشرة، يعني 24 ساعة على 24 ساعة، يعني من مكان الفاجعة، مكان يعني وقوع الطفل ريان في البئر، فيعني مازال العمليات متواصلة، مازال الجرافات كيحفروا وكيقوموا يعني بواحد العملية. متواصلة يعني العمليات يعني على قدم وساق، وكل شيء يعني خدام بالأعصار. يعني كل شيء واقف، كل شيء معصب، كل شيء مقلق، كل شيء يعني باغي يخدم الزربه، كل شيء يعني باغي يزربوا باش يخرجوا الطفل ريان. كما كتشوفوا يعني هاد اللحظات صعيبه وصعيبه بزاف. القوات كيحاولوا يعني يدخلوا المعدات اللازمه يعني باش يقوموا باخراج يعني الطفل ريان. فالطريقه يعني اللي غيتم بها الاخراج ماشي هي الطريقه اللي كانت معتمده في الاول، الطريقه اللي غيتم الاعتماد عليها حاليا، وهي بفضل هاد الانابيب اللي كتشوفوا معنا. فيعني غادي يقوموا بادخال بعض الانابيب يعني المكان يعني مكان الفاجعه او مكان البئر. فغادي يتم يعني نقل المعدات، غادي يتم نقل المعدات كما كتشوفوا اللازمه. فيعني هذه العمليه داخل الحفرة يعني اللي تم الحفر ديالها. كل شيء يعني مدروب، كل شيء يخدم يعني بسرعة. السلطات يعني كتخدم بواحد السرعة وبواحد السرعة، يعني مبقاوش قادرين يعني يضيعوا الوقت، مبقاوش قادرين، يعني كل دقيقة كتمر فهي يعني كتسوى حياة، كل دقيقة يعني كتعني كثير، دقيقة واحدة كتعني كثير. فالسلطات يعني كيحاولوا يعني يقوموا بهذه العملية يعني بسرعة، وما يكونش يعني ما يكونش شعب يعني ما يعرفوش بالعمليه، يعني الكلمات كتخوني، ولكن هاد الاجواء اللي كنشوف دابا فهي يعني واحد الاجواء اللي كتخلي الحامي تبورش، يعني كل شيء معصب، كل شيء مضروب، كل شيء يعني حتى واحد ما ناعس يعني لمده 3 ايام. الشرطه ولا الدراكين اللي كتشوف فيه كتلقى عيني حمرين ما شافهاش ناعس، ايضا الرجال ديال الوقايه المدنيه، صحفيين، الناس اللي كاينين هنا، فالكل يعني عياو، الناس عياو وما قدروش مازال يزيدوا. فهما حاليا يعني كيقوموا بهذه العملية بسرعة. Thank you.
المكان باش يقدروا يسيطروا عليه كليا. وكتشوفوا راه واحد العدد كبير ديال الناس، عدد كبير كان صراحة على الدور كنحيو يعني كاع الناس اللي سهرة من وقتها وجينا، أولى الناس اللي خدامين، الناس ديال الوقاية المدنية بالخصوص، فلهم كل الشكر، يعني كيبذلوا كل القوة ديالهم وكل يعني ما كيستطيعوا المعدات اللي كيتمكنوا عليها همايا شخصيا، فتحية لهم، تحية يعني لكل هاد الناس اللي جايين هنايا كيتسناو اللحظة ديال الخروج ديال الطفل ريان، فكنتمناو يعني كنتمناو الطفل ريان يكون مازال يكون مازال على قيد الحياة. مشاهدينا احنا مازال معكم يعني ازيد من 48 ساعة وحنا في بث مباشر يعني على التوالي 24 ساعة على 24 ساعة على قناة اشواق عزازي، بث مباشر يعني ما كيزالي بث حتى كيبدا بث مباشر اخر. احنا مازال كنتسناو الناس اللي كيسولوا شحال بقى ديال الامطار، ما عرفناش شحال بقى، الناس اللي كيسولوا واش باقي حي، فاحنا يعني الخبر اللي عندنا هو الخبر اللي عندنا كيقولوا بلي الطفل مازال حي يرزق. الناس اللي كيسولوا علاش هادشي مازال معطل، فهادشي ماشي بيدينا، يعني احنا بحالنا بحالكم، حنا واقفين كنوصلوا لكم الصوره كما هي. فهنا الاشغال يعني غدا على قدم وساق دخلوا واحد الاليات يعني اليات متقدمه دخلوها للداخل، دخلوا يعني بعض الانابيب اللي غادي يتم الاستخدام ديالها داخل النفق يعني باش يدخلوها وسط النفق. كنتمناو يعني هذه العمليه يعني تكون ناجحه. الناس اللي كيسولوا علاش غيديروا الانابيب وعلاش ما غاديش يحفروا، فهما غادي يحفروا ولكن غادي يحفروا الانابيب، يعني غادي يكونوا الانابيب وغادي يدخلوا من وسط الانابيب بعد باش يحفروا، باش حاجه كيطيح كاين واحد الانجراف ديال التربه، يعني ملي كيطيح التراب تقدر تكون الحياه ديالهم هما في خطر. اللهم يعني يكونوا وسط الانابيب ويحفروا حتى لا قدر الله وكان واحد الانجراف ديال التربه، فغيكونوا هما في السلام، يعني ماشي على الطفل، على رجال الوقاية المدنية. فهذه هي الخطة يعني اللي توصلنا بها يعني من أحد رجال الوقاية المدنية، فهما غادي يدخلوا بعض الأنابيب، مصطلح يعني كوادس أنابيب كبيرة، غادي يدخلوهم وغادي يحفروا من الأرض ديالهم ويبقاو غاديين وكيتبعوا بدوك الأنابيب، باش حتى إلا كان جراف ديال التربة غادي يكونوا هما في أمان وسط الأنابيب. صراحة مازال ما عرفناش شحال ديال الوقت، واش مازال نص ساعة ولا ساعة ولا ساعتين ولا مازال ما عرفناش. نتمنوا يعني يكون هادشي هذا ويكون أقل وقت. دعواتكم للطفل ريان، فكل مغاربة يعني الكل كيتصل من كل المدن أو يعني من كل البلدان العربية، الناس كيسولوا الناس كيعيطوا، الناس مازال بغي يعرفوا الخبر، بغي يعرفوا شنو الجديد في القضية ديال ريان. مشاهدونا انتم مازال معنا في هذا البث المباشر، يعني عمليات الحفر هي متوقفة حاليا.
احنا مازال يعني مازال في اي مكان، مازال يعني كنقول لكم يعني كل جديد في قضيه ديال طفل ريان. احنا في القاع يعني في الجانب الناس يعني دايرين بمكان كامل، الناس يسولوا باغيين يعرفوا شنو سمعنا يعني على الصوت اللي قليل. مازال حتى شي واحد الناس اللي كيسولوا ماشي الناس ما عرفناش شحال ديال الوقت يعني اللي مازال اليوم والساعة ولا ساعتين ولا ما عرفناش شحال مازال. احنا يعني كنتمناو هادشي يعني ما يستغرقش وقت كبير، كنتمناو هادشي يعني ندوز بسرعة ونشوفو الطفل ريان يعني خير ان شاء الله حي ورزق. دعواتكم مع الطفل ريان كل يعني فأول شيء الدعاء لكم صراحة يعني الكل يعني تعرف الكل مقاتل في الرايات، كل المغاربة يعني كل العالم العربي كل شيء بقى يذكر في الرايات، كل شيء يعني كيسول شكرا لكاع الناس اللي كيتواصلوا بينا، شكرا لكاع الناس اللي كيسولوا في الصفحه ديالنا، شكرا لكاع الناس اللي كيحاولوا يتواصلوا ويعرفوا الجديد. فاحنا كنحاولوا نوصلوا لكم الجديد ونعرفوكم يعني نقولوا لكم اش واقع يعني على مدار الساعه يعني كل شويه كنكونوا معكم في بث مباشر. صراحة يعني هذا المشهد هذا يعني الكل يعني على الأعصاب ديالو، الكل على الأعصاب ديالو، كل شيء مخلوع، كل شيء يعني خدام بالزربة، الآليات يعني كيخدمو بالزربة، الناس اللي مازال كيسولوا شحال مازال باش يخرجوا، مازال ما عرفناش شحال ديال الوقت مازال، ولكن كنتمناو يعني عندنا امال يكون هادشي يعني في وقت اللي قليل، يعني عندنا امال يعني يكون في واحد المدة زمنية اللي تكون قصيرة وقصيرة بزاف. كلنا رايان يعني كيقوموا يعني بإدخال حواجز حديدية يعني باش يتم يعني ضبط المكان. يعني باش ميكونش هناك فوضى هنا في المكان، واحد عدد كبير من الحواجز الحديدية يعني اللي يتم الاستعانة بها حاليا. كاين ايضا يعني تدخل فرق يعني من دول خليجية ديال
الهلال احمر بالاسعافات. مشاهدينا كان اعتذر يعني اذا كان البث المباشر كيتقطع فيعني هنا كاين مشكل بالشبكة الانترنت، يعني الشبكة هنا ضعيفة وضعيفة بزاف. حنا كنحاولوا نوصلوا لكم الجديد بالمباشر يعني باش تعرفوا شنو الواقع على المباشر.